بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وحن هيني موضوعي كساب سنة والدك أين وحكسوا تلماني وحن ينور النايين وحن سوش يغني والدك استرلو لردق ما أفر حاجو أم با أفر حالة دود مدون بيتاي ويكالا سرهيان مراتب بيليدها أفر تمرتب دود أين وشيغني لابين وحكسوا تلماني إحسانك الإحسان والبر يسمى فلك الإحسان إلى الوالد، البر إلى الوالد، ببر الوالدين. لبدا والدين بر الله سمايو، إيه لبدا والد إحسان الله سمايو. سيدا القرآن كبوكله الرئيسي، أي وكله الريان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مركا إحسان كاوه الرئية. البر بالوالدين، أي كحيقة. كصد حادنا وحويا وطاعة أمرهما. إنه قفكو وحوالدكو أي فران أم بقى أي أمران إنه يالو وحيو ده هذي إسكدانين إسكدايان هالكا سوا هالكا وقوهو سيسا وانا هالكا إنكو نقانو إنه تاي والدكا دي عتانكيس إي والدكا سمفلكيس هالكا وقوهو سيسا إلهي سبحانه وتعالى وإنه قدوني إنه كو أضيعنا والدكا وإن والدكا أمركيس اللقاتو وحكوا له إسكدانا إسكدي سوا داني معصية هين وحاو كفرية يوحاو كاريبية قد يد مهم كاهي وحي تهي وحد يتشير أم بإن فربضان وحا إسدافو إسوي دارتا وحا والد كوكا دونيو يوحا دقوا دونيسو والاقو امتحامي وحا لقيا بإني كلا دوانادان استاذو فكريسو يسد والد كو فكري اني كلا دوان اذان وحا وكا دوني ان اتسميسا وحا دبسانيسو وحا وكا دوني وحا وكا ربا ان اديسانا وحا تحيسينيسو مرك قار كود مركا سو كلا قفكو امتحان كو كتشرا وحا لربا ان وقبحو انو حيسيسا يكل قعل كيسي وحو تشعلي هاي انو برنانك اسكرلغو او وقاتو توالدك مرك قاربا وحالغي يابا وحيابا آت كوكو قداد وآنت قادي كرهين ووالدكم مصلحة يدنو أركايو أيا لغي يابا إنو كادونو وامتحان قفك اللامرين أيو وحالغي ربا قفك امتحان كاينو كسوبو حو باصو أيا لغي دوني إنو رغبات كيسي وحا ودوني وبنان كيس كدقو ووالدكي وحا وربا وصوهر مريو وحيابا هادون كوكو عدق ee qofka muslimka soo mara amba insaan kaba soo mara waxa weeye in qofka lagu dhahdo gurigaaga dumi ninka in lagu dhaar reerkaaga fur haaskaaga amba gacaladaada kala dhaqaajiya oo warqadeeda si isagoo wax dhibaato iyo wax ceeb midna aan ku qabin iyagoo isjecel oo gurigoodu wada dhisan yahay in waalidku ku dhaahdo gabadha ma rabo ee niyo gabadha fur وحا السغن السحابي قال لي هذا أبو الدرداء أي نمبا ويمي عبانيا وحو كعبانيا به با وحو أو فري أم بهو يدي لبضا مدهان أي وحا أي فرين أم بوحا يكدونين إنو ريركي سفره يا مهركي يا ريركي دسنان تيسي هل كاين لغوصو أفشاره تبادلنا وكوي الوالد كي أم بابا أم به هو يكو دونا بها هذا هدام فرو ندر الروح عن كوك علي إن أم بقول قف أو أدوما عن حريه حساو سمين يا إن والد كي أنتو كنا حاول هذا وارس كي بحين كريم يسدي إسكا هيسو لكن والد كو كوات كيست أما ندر قال أما إسكا داف أدي كو تعالى تبيت أبو درب نكويمي وعبني أبو حليد بعتنو عسى هيستا
reerkayga wax dhibaatay imay geysan een gabadhii gurigii bay joogtaa ceeb kuma qabo waan rabaa waan doonayaa waalidkana wuxuu yidhi iska fur waana sare adkeeya waxaan nidar baan maro waxaan ku yidhi boqol qof oo addooma ah inaan xoreeyo ayaa nidar ku galay haddii aan furo imay joojin maxaa tala ah abu dar wuxuu yimi isagoo tukanaya salaatu duxa isagoo tukanaya wuu iska sugay ninki abu dar markii uu soo jeestay ayuu baahidiisa u sheegtay wuxuu yihi arrinka noocaas ay haystee maxaan ka yeelaa wuxuu yidhi awfu binadrik wabira biwaalidayk amba wabira waalidayk nidarkaagiina oofi boqolkii qofaa tiri waan xoreynayaa cid kuma dirsana adigaa qabsadee oofi oo waa lagaa rabaa inaad xorayso waalidkaana yeel oo sida uu ku yeelaya samee oo sida uu yeelaya sida uu faray yeel muxuu faray reerkiisa inuu furo gurigiisa uu dumiyo intaa kumuu dayna wuxuu ku dhaabadeeyey hadalkiisa xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku maqlay wuxuu yihi fa innii samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo yaquul u leh alwaalidu awsatu abwaabi aljanna waalidku waa albaabada jannada ka ugu qiimaha badan jannadu albaabo badan bay leedahay oo dadka acmaasha ay qabanayaan baa jannada lagu geeyaa camal kastana wuxuu leeyahay albaab gaara salaadu albaabay leedahay soonku albaabuu leeyahay dacwadu albaabay leedahay jihaadku albaabuu leeyahay sii wad biru lwaalideyn albaabuu leeyahay marka albaabka ugu qiimaha badan ee ugu sarreeya ee bartanka ku yaala waa albaabka samafalka waalidka faxaafid calaa waalidayka aw itruk aday kuu taallaaye amba labadaada waalid xifdi oo ilaali oo amarkooda yeel siad albaabkaa u hesho haddii kale iska dayacaday kuu taallaa xadiisku waa xadiis saxiixa ibnu maajah baa soo saaray imaam alalbaanina wuxuu ku sheegay inuu yahay saxiix waxay tilmaamaysaa waalidka waxa lagu addeecayaa waxa aynu doonayno ee aynu jecel lahay iyo waxaynaan jecelaynba nafteennu waxay kahanayso iyo nafteennu waxay doonayso labadaba waa in lagu yeelo waxyaabaha ugu waaweyn nolosha waxaa ka mid a baan ku yidhi qofka gurigiisa in la yidhaahdo dumi oo gabadhaada warqadeeda amba xaaskaaga warqadeedii sii sababtu waa maxay waalidkiibaan doonahayn ha leexleexanin cumar radia allaahu tacaala canhu cabdullaahi bnu cumar sidaasoo kale ayuu ka yeelay cumar ininkiisii cabdullaahi bnu cumar wuxuu ku yidhi gabadhan fur dee aabba waan jecelahay buu ku yidhi waa yeeladaa aday kuu taalaa buu yidhi jeclaantaadu fur baan ku yidhi wuu soo cawdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam yuu rasuulkii ilaahayow ana gabadhii waan ka daba dhacay oo waan jecelahay aabbahayna fur buu leeyahay maxaa yeelaa wuxuu ku yidhi hadduu aabbaha ku yidhi fur iska fur wax ka dambeeya ma jiraan wax ka dambeeya ma jiraan meelo dhexaa lagu wareegeystaayo aabbaha iyo hooyadaa la kala qaadayaa haddii aabba uu kufarana waad furaysaa haddii hooya kufartana furi maysid khuraafaad weeye khuraafaad weeye labada aabbaha iyo hooyada waxaa xaq badan hooyada xaq badan haddii aabba laga yeelay hooyana in laga yeelaa waa min baabi awlaa way ka sii mudan tahay haddii ay ahaan lahayd haddii hooyada ay ku amarto waad ka yeelaysaa laakiin aabbaha laysla fiiriyo macquul bay ahaan lahayd ay yidhaahdeen axmed ibnu xambal raxmat ullaahi calayhi ayuu ninu yima wuxuu ihi reerkaygiiba aabbahay idhi kala dir ana waan soo istaagay iska haysa buu ku yidhi aabbahaana uu samafal markaasaa wuxuu ku yidhi isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu cumar ka yidhi fur reerkaaga isagoo aabbihii faray wuxuu dhi adigu aabbahaa cumar oo kale maaha adiguna cabdullaahi bnu cumar oo kale maaha weligii jawaabtaa jawaab kaliidata maa maqal bikulli ixtiraam axmed ibnu xambal iyo makaanadiisa iyo qiimaha uu leeyahay laakiin jawaabtaasi jawaabtii ka soo bixi lahayd imaamu axmed iyo qeyrkii maaha waxaanaan isleeyahay jawaabtaasi imaam axmed siduu sunnuhu ugu weynaa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xadiisku iyo atharku siduu ugu weynaa marka la eego malaa kelmaddaasi kama sugna waalidka xaqiisu waa kaas yeelitaankiisa waxaa laga yeelayaa wax allaaliya wuxuu ku faro ama jeclo amba ha jeclaanin dantaada adduunyaha ku jirto amba yaani ku jirin haddii macsi uu ku faro
iyo waxaan diinta ku banaanay lama ogola. وده آيات قرآن كعاد الله سبحانه وتعالى وحليه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله سبحانه وتعالى وحليه حتى يؤهوا القلان وإيس كل دبر تبيان لبدا والد إن الشرك التي ما دي قال لمو هيري كي قرقر أضيك هل كاقا هيسو لكن إن مشركيه وإيس كل دقال لما يعني isku hawlayaan inaad gaalowdaa meesha ka saari mayso usamafalkoodii haddana wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa labada waalidna inta ay nool yihiin isagoo sidaasa oo xumaan kugula tacaalaya oo kugula dagaalamaya oo xaggii xumaanta kuu jiidaya macaasidiiyo dembiga adigu ixsaankii iyo samafalkii way kugu leeyihiin xataa haddii waalidkaa uu kaafir gaala yahay oo diinta ilaahay uu ka baxay oo banaanka uu taagan yahay wuxuu kugu leeyahay wanaagiyo سمافل مدعيو حقا سوسيتا انت والدي هي احلى شيغي وصحيح البخاري مسلم مكسوغان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ايا وحا اوتيمي هويديد قتيله سلان لو دنجري او دشاي ولكن كافرده مركي اي سو قحداي ايدي نينكيدي زبير اي مدينه او سو قحين مدينه اي يمادين ايا هويديد او كغا هدي مكا ايا كغا دبا تيمي مدينه ايدو واخ كربتا ان انت ان انت هادي او تاغ او واخ كو سو سيسو كالو دبا ديدنا او شكدو waxay tiri diyaadna muslimad ba tahay hooyadana waa kaafirad talo de kala ma kugu leedan ma ku dambaabaysa rasuulkii alayhi salaatu wasalaam u timi rasuulkii ilaahay hooyada ba itimi ido waxiga doonaysa maxaa yeela rasuulka alayhi salaatu wasalaam umu meermeerin umu warwareegin wuxuu yiri silii ummaki hooyada xidhiidhi hooyada waa hooyada amba kaafirad ha ahaato amba muslimad ha ahaatee xidhiidhi marka gaalnimada waalidka uu gaal yahay xaqeedu ku dhici maayo aabbaha sidaasoo kale hadduu kaafir yahay iskada hadduu muqayil yahay hadduu faasiq yahay hadduu siyaasada ku jiro hadduu si kale iska dhaaf taas taa iska dhaaf xumaan kasta hadduu ku jiro intuu waalidkaa yahay xumaantaana kulama jirtid gaalnimada kulama jirtid xaqiisana waa baaqi kaasina waa darajada ugu hooseysa alixsaan albiru ataaca saddexdaa darajo ayaa u samafalka waalidku uu leeyahay saddexdaa haddii la waayo maxaa ku xigaa waxaa ku xigaa inuu qofku waalidkii waalid inkaar inuu noqdo qofku waalid inkaarka ahina jannada ma galo وأهل النار دائما رسولك عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر دم بيد الله قال دم بيد هو وين ما يدين شيئا أصحابته هابي إلى هذين ويقول الإشراك بالله وعقوق الوالدين وإلهي الله شرك السماية إلهي يعد لعابده إيو لبدا والد وعاق لغو نقضه إنه قفك والد إنكارك آيات دوحة إسراع سنة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أعماش اللقب قبتوحة وقصر ريسا توحيدك وحا كسوحيك والدك والله صمى فلو دم بيد اللي قلنا وحا أقوين شركك وكسور جيدة توحيدك إيا عاق الوالدينك وكسور جيدة البر بالوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما بس كسور جيدة فرتاس كسوحيك واكا والشهادة الزور رسولك عليه الصلاة والسلام محب شراعي مرخاتب بين لها ولا ليال وحلقة يا با سيدا ولي هي والد كين لاصة ما فلا سيد مراتب ولي هي أو كلا سرية أو كلا قيمة بدي هي أي والد كين العاصي أنا أو كلا اللي تاه أو كلا حي هي ده وحا أدرى إنك والد كيد لي إنك والد كيد لي أي أدرى waxaa ku xigaa ninka waalidkii garaacay ee karbaashay ma sawiranaysaan ma qof baa intuu gacanta qaado ayuu aabbihii garaacayaa amba hooyadii uu dilayaa uu garaacayaa ma sawiran karaysaan anigu waan aqaanaa qof noocaas jaar baan ahaan jiray hooyadii buu dili jiray muxuu ku dilayaa ma taqaano wuxuu ku dilayaa qaad uu hurdaa islaam subaxii waa inay ka lahdo
سوق وين تكتو قراءة دي سير هي شكي سواء السيد يارسو قاد كي سلام أنا صور عيسو هدو أركو قاد كي أو ميش أن سارين أم بقاد كودون يو كرا دمن بد كو قاد يقودو كساريا والله يشار بانو هاي إما كنا ونوري هرجسو شوغا كل جيمة بقول البشر نوع عاسة دليا لبيا كراعيا قار كود نوا بيدلين أها كم إذا توقف كضيعة إيه بهدلة أيها كم إذا وقف بهدلة إيه شرفتي سير كرامتي سير إلى لواية إيه سمع الدلة أيها كم إذا هذا سحر رقم يسوع أو سوق سحر نادو شوكتو أو لقوا عاية يو ولا ليه وروحنا حجيبو كيمي يا دلعي قولي إحنا عيبو كصباح يا سو تربية دي واحد عايز والدك عايز والدك لا عايز عدة عايز عدة ما هي وأدقة وبهدل وعاق وين قف كاسي وأول إنكار وين كم إذا توقف كمركز تور كان نحيل لوك أوكينية قف بودلي وحبو رعاي وحبو حضي كم بوسمي مالين كستن حسن تلفون كي صور دعابة نحسن يتلو محل قشي السبو أن أفكا كهبارين أوركي عروش كهبارين كم إذا بهدلك وحا كم إذا نقف الدرية الوايو إنه الدرية الوايو حيبا غريب كوحا كم إذا إنه قفك كد والدك كدور بدو قفك لا أم بأوبت كيسة أم بصاحيبك أم برهير كيسة إنه كدور بدو وعدنا الدرية الوايو أروي هاي والدك هنا وضيعي وحيبا ابن آدم كعقلي سؤال كيني كارين إلا كي سوين ودعا أي كم إذا لبقى السوق كمان يعني إذا كشة كينية إذا حوية نن يوح الصهر عاي رير كيسي أم بقى على ديس إيه الصهر عاي وحي مادين دكانك وسعودي قمش دكان ذهب لابي صوق لين نكو حدوني يا وام مال ما إيديت وحلي كمان تينو تشوق نوكل رمضان بعد ضبياقة إيدي بعدو وحنا بقى حاجية دينو كفر حيو مركي قاعدي قاعد يكسر دقيان الدكان كاي صوق لين أيا قاعدي جوا حكى سو دقي أو كده بيجي قبر ده أو الم ده هاي نسا ويسو قريب استأكد طب هذا إدنا ذهب كبار لبايع أي قبر ده ذهب كي قاطع كان كل نيجي إيه كان إيه قدر أنت أي قاد قادين يسق قبر الذهب كا أيا قبر ده ولد نوح قاطع فرقة أم بفراتي أبص الله يقانو فرقة الذهب أو بقول ريالا قياسي هو تدوية لواتن ستيدان دور ميلاس ستيدان دور مقاعدو ايه قادت فرق وحي كشت فرطي كشت مركي قبردي ايه قادت دهب كي وحي اوباهنيت ايه الله اسبايا عاي وايم يسا دهب كي وايمتا وحي قدا وايمتا مي وحي قدا وايمتا آخر كي وحالي سلا وافقي واللباتن كن او ريال 20,000 ريال 20,000 وحويا قياستي شنكون هي أفر بقول شنكون يصدح بقول سيادة دولار وي لعقت هذا لعقت هو ميسك سارينك فريد كه ميسك سارة مرود غايب كوري لعقت وحبان الله وحبار دمن مكاسور وام حيوم مكاسور واحد دم فرق الإسلام تاني قاعدتي أنتي مش اللي تجنا وحوق هذا نيك دكان كهستا كبرد لأن إني هو يدي تاي المهير كان المهير رود عليه دهين السنة استقعد عليه يجي بيوتاي وحيو سوق هايس وحيو سوق هايستين إن الماو هايسو يوم يسوق هايستين ده بين قادته وحول الدفر كان بحرو وبقول ريال منو بحي لبا تنكون أو ريال ببحي أم بشان كون أو دولار ببحي كنا وحنا كل صدر ريال وكيريه وحكوله أوام حسيه وفرق كان سلامتو اي قاداتي او واهم سوا بقول ريال او جيستي سلامتي قعنتو سوا قبتي فرق الكيبو كسارة سو ميس كسارة سوا فرق الكيبو كسارة قادو قور ميس لامو دهب كا قادن چرين اي ميس كا قادن سابالك يا كو قول وهو يدي وهو يدي سلامتو اي دقاقدي كي رابي قعنت قبتي قاديكي اي اي كون قطو كبار دي بقى واحد كتير وارهير دميض وعلانت محدش سوى جوجل إسا
islaanta maxaad saa u gashay waxaad u haysataa gabadhu inay dhaanto oo ay ku canaananayso islaanta maxaad ugu iibin weyday waxay leedahay haddaad maanta fergalka u diido marka inankeena yar aynu ka tagnay aynoo sii haynaya inankeena marka aynu ka tagno yaa inoo sii haynaysa hadhow ina diidi mayso intaa yar maad iska siisid labadaa qof ka waran maxay ku wada joogaa labadaa qof uu ka daba tegayo markaas hooy raalli ah oo fargalka waan kuu soo qaaday waa kane hoo wuxuu isaga dhigayaa markaa waxay tidhi dahab maan doonahayn dahab maan rabin horena kuma weydiisan iminkana ma rabo dahab dambe inaan gashadana waan ka dhaartay kaasiba waa walad taasina waa waalid waa hooyo suuraysa markaa ninkaasi ma dilin ma caayin ma aflagaadaynin laakiin muxuu sameeyey intaaba wax ka daran buu sameeyey wuu bahdilay qalbigeedii buu jabiyey waa yaab taasi waa hooyada nin kale nin weyn buu ahaa wuxuu la deganaa aab inankiisu la deganaa islaantiisana way dhimatay isna xoolihii way ka baxeen inankiisi weynaa buu gurigiisa keenay inankii buu la degan yahay gurigii baa qol ka mida la siiyey caadi baa loogu guglay sidaa dadka caadigaha guriga jooga oo kale wax siyaadaa ma qabine ayuunbuu la qabay waa taqaanaa qofku hadduu weynaado uu dhaliil badan yahay waxna waa maxay waxaan mahaasan loo odhan waayey kan xaggaa laga keenay kan maxaa loo khasaarinayaa kan sandhaha alaabtan meesha ka qaada waa dabiici lixijaalaa kusoo badataa markaa dadka yarer buu wuxuu sheegaya waxay iska daadaadinayaan ilmaha yar maxaa loo soo qaban waayey albaabkan maxaa loo xidhi waayey kan maxaasan loo dhihi waayey gabadhiibaa hadalkii dhibsatay guriga joogtay ninkeedu waxay ku tiri xaaji odaygan sii naga dhih buuqii saabateen odaygan dee guriga kuwada jiri kara meene dee si kale bal farsamee gurigu waa guri weyn daarad weynna wuu leeyahay daaraddii bannaanka ahayd ee xagga u dambaysa ahayd buu maqsin uga dhisa odaygii wuxuu ka dhex saaray gurigii wuxuu dhi aabba meel gaara xaafaddu way buuq badan tahay italbaaska wuxuu isleeyahay odaya khaadirkiisa ilaaliyo dhowr xaafaddu way qaylo badan tahay aabba waxaan doonayaa halkaas inaan ku geeyo meel bilaa buuq ah macnaha waan aqaanaa buu yidhi igee halkaas halkii buu geeyey bas reerka way ka raysteen laakiin isagii baa dayacmay waxaa loo sameeyey bileed yar oo caaga iyo koob caaga waa aan jab ahayn inanta shaqaalaha baa loo dhiibaa quraacdaa loo dhiibaa way hor dhigtaa way iskaga timaadaa amba intii riixda albaabku ay gudaha dhigto ayay kasoo xidhaa ma cunaysaa ma u baahan tahay ma xanuunsanaysaa ma jirto inankuna waxaa laga yaabaa saddexdii cisho amba afartii cisho amba wiigii amba bishii ayuu mar aabba iska waran dul istaago soo ma wanaagsanid isagoo labisan oo sii baxaya amba soo galay dabeetana uu dhaafaa odaygu cuntadii halkaas uu dhigaa waa qof weyn u xanuunsan iyo daryeel u baahan marna wuu cunaa marna wuu iska dhigaa guriga lagama soo maydho dharka looma maydho gogosha looma hagaajiyo waa la og yahay inankina gurigu joogaa hargeysa dad noocaasa baa jira maanta sadiqooni nolosheena dad noocaasa maanta ayaa jira odayga markii dambe waa xanuunsaday wuu sakaraaday wuu dhintay gurigu wuu uray inankii baa gurigii soo galay gurigaas nuuc yahay subxaana allah ilaah baa yaqaana wasakhda taalla iyo dhaska iyo gogoshaa uskaga yaalla waad yaabaysaa inankiibaa gogoshii qaado wuu duuduuba halka muu dhigay caagii dee wax loogu keeni jiray caagii buu soo qaaday wuxuu yidhi caagana qaada oo meel geeya inankiisii yaroo agtaagan baa ku yidhi aabba may caagan caagan waan u baahnay caagan isii koobka iyo bileydhka labada aabba ha iga tuurin war maxaad ku falaysaa wuxuu yidhi aabba markaad weynaato ayaan wax kugu ridaya aljazaau min jinsi alcamal wuxuu ka mid yahay waalid inkaarku dembiyada qofka ciqaabta adduunka ugu timaado oo aan habsaamin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay baabaani mucajalaani cuquubatuhumaa fi dunya laba baab laba dembi cuquubadooda iyo ciqaabtooda iyo cadaabtooda qofka adduunka loogu soo dedejiyaa
للمسجو آخره آخره للمسجو الدنيا الله وكيانا وح كمذا البغي والعقوق قفك حد جدب كبدا إيدتك قدر رئيستا إردبا إردعة وحي اللي والعقوق يقفك والدين كاركا إنتان وقفك لبدا قف إنتان إردمان أي الدنيا الله وسو قدم عقاب تيسي نكاسر وحول مركز وينا تابان كوغو سو غرايا راشينك ميد كلانا سداسو كلي انتو اوديغي ميل غارا وساراي ايا اينينكي سيارا با غوري سووراي غوري ايو سوورا غوري با وحو سمي ميل يرو لوقا او كونها سو كلا ايو سووركي كو داراي غوري كرنا جرين بو كدغو دير ميدان اي بيو اي حسابا ايو كدغاي غوري قول يرو كونها اسنا لا ايو غلي او كوبان سولاب غوريغينا سووره بر غوريغا غوري با غوريغا ديسان لها عفوا غوريغان ديسان لها با سووره بل ابا الى ايك سولاب وقرح بدن يهاي تاردنا واكن كنا وا غواديدادي ما شاء الله كنا كان كنا وا مخاي او وحايرنا وا مخاي مرغا سولو قولكا يري وا كي ادي واد غري لحيت قولكا يري وا قولكا او و كو جيرو ماركا اد ويناتو وا قولكي ادو ناد غري لحيت انت قفكو او سمييو أيون بالغو سمعني عقوق الوالدين إن أنتو هو إذا أنت كشرتو أيون بأوبد كيدونا كشريان إنك أنتو أبيه كشرو أيون بأوبد كي سناء كشريان لا بكرك بيرك وده شقيني إن نية أبيه إن كيبا أدرك درباحكو علي صدق بكرفت بسورة بالله ما ظهر وعادي تدموا ظلمي ويا نقول أباه لا بد درباح ما دافن شرين أنمرك أباه يدليه لا بد شرين من درباح شرين أدنى صدحه تاسع صدحه ويجوز سيادة وظلمي. صبر درما تكشى كيسة. نكا أنت لا سوق عاد إن كيس أنت سوق عادي. أنت أذكي ربيل ويتهل دري يهرن ودي مواي. أنت أول صوص عاري. أنت جيد وس فريسي كود أبو أنكو صان وقني جيد كاس سياس فردي. أذكي منو كودي. أبو جيد كل كيبو كي الله ميله بلاي مكوي الله هل كا جيد مكوي الله حقاس تاجر ميه ماشي بطل مام. مركزور ها مركزور وان كوجو سونو خل ميسيد إسكتك مركزور أوايو مركزور جيت كه هل كاس أتقو عرق تيمك أنا جب أبه جيت كسان هاسد جو حنكور وان كسونو قن يايو كمان سونو قن هل كاسو بحال كورونا أنا جو سونو خل ميسيد مع سلامة برتبك كرقة معنا مش كوش روام هاي قف كا أبد كا إيوالد إنكار كا إيوالد كير دبايا هذو هايستي أنتو دردريه والدك وحيالي والدك وكنحيه إنه بدبادي ولا إنه بدبادي وكذا بايما نيسا وهايسا جزاكم الله خير واندي ريانو مالين ناس كسوق بجبين يا موضوع إنه أنت سوق ويجي هاي دخلنا أنا واسك بجبو واردمات إلى سبحانه وتعالى خير كذا هاي نسيو أعمال وحيانو قبلنا الله هنا جا أقبله هم بنتردار ميا بشهر رمضان واردمات ومدرسة بها الاسكول رمضان اسكول يعني كتير بها هذا وح كبرنا إنه وحياه إنه كبرنا إنه وح كمدها قرآن كآخر سكيس دي رمضان يبدأ معه تو قرآن كآخر سكيس هي نديني وينك قرآن كسيده آخر إنه رمضان تكره هدول هين جالسيو هاي ناس وقشوا وحنا كبرنا إن الدعاء هي على بركة إنك سيده الدعاء سنين والدعاء دي كبرنا رمضان رمضان تكره هدول هين جالسيو هاي ناس وقشوا وح كمدها صلاة الليلك يدو دتكو هبين كيني تكدان سرادا فرالكا سرادا دير انكو كبرناي تكلا هينو سو غشو وها كاميدا سونك انو دتكو اني سومانو سونكا اي برتان الا اي سونتا كرينغي غاديس سونكا سنها اينو برانو كو دنبهيا وديق سينمادي وها بخينت رمضان وها اينا برتاي ان دتكو وها لاسيو انو قفكو دمقدو dadka baahan inuu la dareen noqdo inuu ogaado hadii adigu aad maalin qoran gaajoonayso sanadka oo dhan qaar gaajoonaya inay jiraan marka inaad taas qaadato oo ramadaan oo dhan waxaad bixin kareyso gacantiinu samaanta ay tahay inay dhaanto jeebka waxba ka warwari jeebka waxa qurxiyo buuxiya waa wax bixinta waxa faaruqiyo fool xumeeya waa bakhilimada waxaynta wala wasida jazaakum allah khair sallallahu alayhi wa sallam mubarak ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يديدة نمانية سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالي تاج بانجي غف إيادي جزقاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صومالية قيمة جوك صور الكرتيف وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا
وافي اسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا.